الفرعونيه الجميله دي؟ ميرسي. ده ديزاينر امريكاني اسمه رام عمر، هو اظن اسمه عمر بس مكتوبها مكتوبه بالناحيتين. عامل لي عمل العبايه دي والجامب سوت احمد السعدي وبس كده. سوري، واماني الجولري جوران. لا 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 لا، انت النهارده فرعونه فرعونه. والله حاولنا نعمل ميكس بين الفرعوني والتراث السعودي علشان شبه العبايه السعوديه. لا شكلك جنن، انت دايما بتكوني قمر على الريد كار. ربنا يخليكي، ده بس من ذوقك. ربنا. 2022 نفسك في ايه؟ نفسي في ايه؟ يا رب افضل اكمل اخد بالي من صحتي، واتمنى ان الناس كلها تلاقي دايما مجال للابداع، وانهم يثقوا في افكارهم، ودايما يبقى فيه حب للفن. اتمنى بقى ان ده يزيد. هنشوفك في ايه الفتره الجايه، فيديو ولا سينما؟ والله في الاثنين، بس مش عارفه لسه، ما مضيتش يعني، ما قررتش بالظبط ايه اللي هعمله الاول. لو فيديو مثلا هيبقى رمضان ولا اوف سيزون؟ في الاثنين، في كده وفي كده، فمش عارفه. ايه يا اروى، مش هتقولي حاجه ينفع كده؟ ما والله العظيم ما مضيت لسه. سوسه سوسه، انا سوسه، انا بخبي، هيعرفوا كل حاجه.